الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه آخر جمعة في هذا العام الهجري الذي يحتضر، بقيت فيه سويعات قلائل وأيام معدودات، ثم نستقبل إن تمت لنا عاما آخر بعده، وكم مثلها مضى علينا، نودع عاما ونستقبل عاما. والعاقل من يخاف من هذا، لأنه يهدم عمره بهذا، عام يهدم عاما، وشهر يهدم شهرا، ويوم يهدم يوما، وتفاجأ ولابد، لأن العمر قد انقضى والله أعلم كم بقي فيه لكل سالك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نعلمه جميعا أننا مقصرون ومفرطون بل ومجرمون، وأننا لا نرضى عملنا لله عز وجل، ولا نرضى أنفسنا لله عز وجل طرفة عين، وأن الله تعالى لو أخذنا ببعض كسبنا لأهلكنا وأوبقنا. وهنا تأتي ثمرة التوحيد وثمرة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فيتعلق الإنسان بهذه المعاني إذا أيس من عمله وكفر بأسبابه وأدواته وملكاته، لا يجد ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو إلا عفوه وحلمه وكرمه وإحسانه، ويستشعر معنى أنه من أهل لا إله إلا الله، ويستشعر معنى الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدر أن يخلقه وأن يجعله في هذه المنزلة، وما منا إلا له مقام معلوم، وقضى عليه ما قضى وقدر له ما قدر، ومن ثم يرضى العبد ويسلم فيما وقع ومضى، ويجتهد في البذل والإحسان، وأن يكون له مستعتب فيما بقي، ويستشعر ما يستشعره الصالحون في كل زمان ومكان، أن العبرة بكمال النهاية وليست بنقص البداية. فإذا كانت الأعمال بالخواتيم فأمامك والحمد لله الفرصة كأنها كاملة لم تنخرم، إذا كانت العبرة بكمال النهاية وليست بنقص البداية، فدع عنك نقص البدايات، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، يمكنك على ما كان، ولو يعني كان كفر وعصيان وحرب لله عز وجل، وكان ما كان، يمكنك إذا استقبلت توبة نصوحا وصدقت فيها ولو لحظة ثم مت على هذا، دخلت الجنة. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وعظيم رحمته التي وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، من ذا الذي يقول إنه جاهز للقاء الله تعالى بأعماله، وإنه مستعد للقاء الله تعالى بكسبه، وأنه أهل لأن يعرض على الله سبحانه وتعالى غدا؟ هذا أكثر الناس غفلة وأحمق الناس عقلا. وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول: لن ينجي أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. يعينك على هذا كله ما نحن فيه من دراسة هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي أرجى عمل نعمله وأعظم ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قالها عالما معناها وكان عاملا بمقتضاها بالقول والفعل وكان مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا إن شاء الله تعالى. والله تعالى هو المسؤول بمنه وكرمه أن يحيينا على هذه العقيدة وأن يميتنا عليها وأن يرزقنا من ثمراتها ما تقر به قلوبنا وتنشرح به صدورنا وأن يثبتنا عليها إلى الممات وأن يقبضنا على أحسن حال يرضاه لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في مقدمة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، وتقدم أنه قد أفردها لتفصيلات أبواب الأسماء والصفات، فأجمل يعني الاعتقاد في البداية، ثم فصل ما يريد أن يفصله جوابا لأهل واسط تلك البلدة التي أرسل أهلها رسالة إلى الشيخ رحمه الله تعالى، وأجمل الشارح كذلك ما أجمله المصنف، ولكن رأينا من باب المراجعة وذلك لما تقدم دراسته في عموم خبراتك العلمية نراجع هذا في مرة أو مرتين ثم نمضي مع كلام المصنف، وذلك أننا لما ذكرنا قول المصنف في بداية التصنيف أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. بدل أن نجمل هذا على صنيع المصنف والشارح توقفنا ببعض الإجمال أو ببعض التفصيل عند بيان أركان الإيمان، فذكرنا الإيمان بالله وما يتضمنه من أقسام التوحيد الثلاثة وما يتبع ذلك إجمالا أيضا بشيء من الاختصار، وذكرنا الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل أيضا، توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر وهو خامس أركان الإيمان وأسسه وأصوله التي دلت عليها النصوص الصريحة الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم في الأقسام أو الأركان السابقة أنه أيضا على الإجمال والتفصيل، فنحن نؤمن باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا. الإجمال وهذا إيمان العامة ينتفع به من ليس بطالب علم، يكفيه الإيمان الإجمالي فيما يعني يمكنه فيه الإجمال، كان يقول أنا مؤمن باليوم الآخر على النحو الذي أراد الله تعالى وشرع، ومؤمن بكل ما جاء مما قد لا يعرفه ولا يعرف تفاصيله، لكن يعرف أن هناك يوما آخرا وأن هذا اليوم الآخر هو القيامة التي تقوم، وما يكون فيها مما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو يؤمن بهذا إيمانا إجماليا، وهذا يسمى إيمان العامة. ثم نؤمن أيضا على التفصيل بما يعني أمرنا الله تعالى أن نعرفه على التفصيل، كأن نعرف يعني الموت وأشراط الساعة وما يكون في يوم القيامة من البعث والصراط والميزان والحوض والشفاعة ونحو ذلك، كل هذه تفصيلات، فمن فاته شيء منها أو أشياء من كل شيء عام من هذه يعني الأمور المذكورة فإنه يكفيه الإيمان العام الذي يعني لا يجعله بمنأى ولا ببعيد من مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في هذه الجملة التي ذكرناها مرارا وتحتاج إليها كثيرا، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق التسليم، وذلك أن الإنسان قد يفوته بعض التفصيلات يجبرها بالتسليم والإيمان العام، وإذا اطلع الله من قلبه على أنه لا يقصد معاندة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما همه أن يوافق وأن يؤمن وأن يعتقد بما أمر أن يعتقد به فهذا حسبه في النجاة إن شاء الله تعالى. والإيمان باليوم الآخر هذا إجماله
وتفصيله أن يعرف أن هذا اليوم الآخر سمي يوما آخرا لتأخره عن الدنيا، فدار الدنيا أولا ثم تأتي دار البرزخ وهي بدايات اليوم الآخر، ثم تأتي الدار الآخرة التي هي النهاية والمستقر وفيها الجنة والنار. دلت على هذا النصوص ودل على هذا العقل ودل على هذا الفطرة. ويمكن أن نذكر أنه يتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وهذا من بدايات أواخر الدنيا تبدأ أشراط الساعة، وأشراط الساعة ألحقها العلماء بالإيمان باليوم الآخر، لأنها خصوصا الأشراط الكبار هي يعني نهاية الدنيا وبداية اليوم الآخر، على أن من أشراط الساعة ما يعني ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الخوارج والروافض وظهور الدجالين الكذابين المدعين للنبوة، وبعض ذلك أيضا كيعني مقتل عثمان رضي الله عنه ونحو ذلك. هذه علامات يعني أولى ظهرت وانقضت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة كهتين، مجرد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمارة من أمارات الساعة. فهذه بداية الأشراط، ومنها أشراط يعني متوسطة وهي التي ظهرت لكنها لا تزال في الظهور والزيادة ويعني التتابع، ومن أكثرها ما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، ومنها إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كل هذا في الصحيح. ومنها إذا قامت الساعة أو لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع، هذا يعني كناية عن الحماقة والجهل والغفلة، يعني المقصود يكون اللئام والحمقى هم أسعد الناس بالدنيا وهم سادة الناس ورؤوس الناس، وأنت ترى هذا ظاهرا ولا يزال هذا يتفاقم، يعني قل العلم ولا يزال يقل، كثر الجهل ولا يزال يكثر، كثر الزنا ولا يزال يكثر. هذه علامات المتوسطة، وتختم بالعملاء الأمارات الكبرى العظام التي إذا بدأت فهذا نهاية العالم وخراب العالم، تتتابع كالخرزات المنتظمة في سلك واحد، ومنها خروج المهدي والدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هذا كله من مسائل العقيدة التي ينبغي أن نعرفها، بل ينبغي أن تكون قد عرفتها وقد ذكرتها وقد درستها وقد ضبطتها بأدلتها والردود على المخالف. فإن كنت كذلك فيعني بها ونعمة، وإن لم تكن فعندك يعني طريقان. نحن الآن نجمل معك هذا إجمالا إن شاء الله تعالى ننتهي منه في مرتنا هذه، وتحتاج إلى مراجعة أيضا بعض الكتب الأخرى أو بعض هذه المسائل في مظانها. فمن أول العلامات الكبار ظهور المهدي، والمهدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عترتي واسمه على اسمي من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ويصلحه الله في ليلة، كل هذا جاء في النصوص. وتأمل يصلحه الله في ليلة، المهدي رجل على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة ويكون له يعني هذا الشأن العظيم، بحيث يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويملأ الأرض قسطا وعدلا ويحصل مال حسوا، يعني يفيض من كثرة العدل المال في زمانه، ويملك 7 سنين ويملأ الأرض عدلا، ويساعد المسيح مسيح الهداية ابن مريم في قتل الدجال. هذا لابد أن نؤمن به. وهذا الباب فيه طرفان ووسط، طرف يعني ينكر المهدي تماما وهذا لا شك خطأ ويخالف النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابل هذا طرف آخر يثبته إثباتا غير صحيح، يعني يغالي في المهدي كما هي طريقة الروافض الذين يقولون أن محمد بن الحسن العسكري الإمام 12 هو مهديهم، ولا يزالون إلى هذا اليوم وإلى ما بعد اليوم يخرجون كل يوم إلى الغروب في يعني سامراء، حيث يعتقدون أنه دخل وهو طفل صغير في هذا السرداب ولم يرجع
ينتظرونه، يا مولانا أخرج أخرج، فلا يخرج، ثم يموتون على هذا، وتأتي أجيال بعدها يخرجون كل يوم، يا مولانا أخرج أخرج، وليس فيهم رجل رشيد، وليس فيهم رجل عاقل، وليس فيهم رجل فطن. أي غلام من هذا الذي ذهب ولم يرجع، وأين ذهب ومتى يرجع، وأي دليل على هذا؟ هذا طرف آخر. فهناك مهديون كثيرون، مهدي عند الروافض الشيعة، ومهدي عند الفاطميين، ومهدي عند القديانيين، ومهدي عند المغفلين الذين يعني يتحامقون ويخترعون. لعل هذا هو السبب الذي جعل بعض ضعاف العلم يرفض فكرة المهدي مطلقا، قال ما دام كل طائفة مبتدع عندها مهدي، فالحقيقة أنه لا مهدي ينتظر بعد محمد خير البشر، وربما صنف بعضهم مثل هذه التصنيفات ولا هذا ولا ذاك. والصحيح وهو القول الوسط أن هناك مهديا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مهدي أهل السنة الذي ذكرنا يعني شيئا من صفاته، فنؤمن بخروج المهدي على النحو الذي صحت به النصوص، والمهدي يخرج، وكذلك يخرج المسيح الدجال الذي حذر منه كل نبي أمته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الأنبياء تحذيرا من هذا لأمته نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كان يدعو في عقاب الصلاة، في أواخر الصلاة، في دبر الصلوات قبل التسليم، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويسمى المسيح ولا يسمى المسيخ، بعض الناس يقول المسيح الدجال يعني خلاف المسيح، ولم تثبت النصوص في هذا. هذا المسيح الدجال، والثاني المسيح مطلقا، فالمسيح هو عيسى بن مريم، والدجال يسمى بالدجال وحسبنا هذا. والمسيح يعني عينه ممسوحة، أو قيل لأنه يمسح الأرض يعني يملأها يعني يقطعها في وقت قليل. وهذا الدجال يخرج في زمان المهدي، بعدما يخرج المهدي ويملأ الدنيا عدلا بعد أن ملأت جورا، ويفيض الخير والمال ويحسن المال حسوا، وتأتي يعني أمارات عز الدين وتذهب الغربة، ويصبح المسلمون على أحسن ما يحبه لهم الصديق ويكرهه لهم العدو، وإذ بطبيعة الدنيا وأنها دار متغيرات يخرج الدجال ويعني يعيث في الأرض فسادا، يظهر في صورة ملك جبار أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ومع الأسف يتبعه كثير من جهلة بني آدم، ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وهذا يعني كثير مع ظهور الكذب والجهل والخداع، إلا أنه يجد أتباعا، بل يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة كما ذكر في الأحاديث الصحيحة. ولا يبقى بلد من البلدان إلا يطأه الدجال بأعوانه وأتباعه وإجرامه إلا مكة والمدينة، فقد عصم الله مكة والمدينة من دخول الدجال. ومن زيادة الفتنة يجري الله على يديه خوارق كثيرة، أما المؤمن فيقول أخبرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشك، بل هذه الخوارق تأكيد على أنه الدجال. وأما يعني الفاجر والفاسق والمنافق فإنهم يفتنون بهذا، وهنا تظهر ثمرة العلم. أنت الآن تتعلم خروج الدجال وصفات الدجال وأحوال الدجال، فلو لا قدر الله ابتليت بخروج الدجال، فأنت تقول هذا الذي أخذناه في الدرس. سيكون في زمان الدجال أناس يطلبون العلم كما نطلبه الآن، وربما في ثاني يوم لدرس الدجال يظهر الدجال، فهذا ثمرة العلم، يقول الحمد لله ده احنا لسه بالأمس أخذين علامات الدجال، وكيف يكون من شأن الدجال، أنا أثبت على هذا الذي درسته. أما الغافلون الذين انشغلوا بالمعازف والأغاني والكسب في الدنيا ونحو ذلك، ما عنده وقت لكي يرتب أوقاته، يجد نفسه مبعثرا والفتن تزيد، فربما هلك وضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي بعد هذا يعني نزول عيسى فيقتل الدجال، حيث يهزمه عند بيت المقدس بباب لد كما عرف في يعني النصوص في هذا الباب الكثيرة. على كل حال طريقتنا من الآن أن نثبت هذا وأن نستعيذ من الدجال كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، عموما وخصوصا في الأوقات التي كان يتعوذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ في دبر الصلاة قبل أن يسلم. والدجال يخرج في آخر الزمان، والأحاديث في هذا الباب متواترة. كذلك من أشراط الساعة التي هي مقدمات لليوم الآخر،
الإيمان بنزول عيسى المسيح عيسى ابن مريم، فإنه لم يمت بعد، وإنما أمره كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ثم قال بل رفعه الله إليه. رفعه الله إليه فعيسى حي في السماء، ولا يشكل على هذا قوله يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني متوفيك أجلك في الدنيا ولك أجل تتمه في يعني السماء إلى أن ترجع فتتوفى بقية أجلك في الدنيا، وقد أخبر بهذا الصادق المصدوق. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد، أي سيؤمن به يعني بعيسى قبل موت عيسى، يعني لما ينزل المسيح أهل الكتاب سيؤمنون به إذا رأوه، وسوف يرونه يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عدلا يكسر الصليب الذي جعلوه شعارا له، يقول لهم أنا بريء من هذا، ما تم صلب ولا ثم يعني شيء من هذا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي اتفقوا أيضا على يعني حله بعد أن لم يكن كذلك، ويضع الجزية، يضع الجزية يعني يقول إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا، لكن قبل نزول المسيح فالخيارات ثلاثة، يسلم أو يدفع الجزية أو يقتل إذا أبى الإسلام وأبى الجزية، بعد نزول المسيح يذهب خيار الجزية ويبقى خياران، إما أن تسلم وإما أن تقتل، الذي يفعل هذا هو المسيح نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا. أجمعت الأمة على يعني نزول المسيح بنفس شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لن ينزل بشريعته التي كانت يوم كان في الدنيا، لأن شريعته منسوخة، لأنه يعني جاء بعده رسول وهو بشر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا سوف يصلي خلف المهدي إثباتا لهذه المسألة، يقول له المهدي يعني تقدم فيقول إمامكم منكم، ويقدم المهدي ويصلي المسيح خلف إمامنا المهدي، لا لأن المهدي أفضل من المسيح كلا وحاشا، فالمسيح من أولي العزم من الرسل، وإلا وإنما لكي يثبت هذه المسألة ويؤكدها أنه لم ينزل بشرع جديد ناسخ، فإن شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشرع الناسخ، ينزل المسيح على المنارة البيضاء شرق دمشق ويقتل الدجال، ويعني يكون ما بين أهل الحق وأهل الباطل من الصراع المعروف، يمكث المسيح 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه ويدفنونه عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نؤمن بهذا أيضا في مقدمة أشراط الساعة، نؤمن كذلك بخروج يأجوج ومأجوج كما ذكر الله تعالى في القرآن من النصوص المعروف، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، الردم الذي ردمه ذو القرنين على يعني القوم الظالمين من يأجوج ومأجوج لتجنيب الناس لظلمهم، سوف يعملون على يعني هدم هذا الردم، وإذا أذن الله تعالى بذلك خرجوا وعاثوا في الأرض فسادا، ويوحي الله تعالى إلى المسيح ابن مريم بعد قتل الدجال يقول له يعني بعد الانتهاء من صراع الدجال تأتي مصيبة أخرى يعني لا تقل عن فتنة الدجال، يقول الله إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد في قتالهم، يعني لا طاقة لأحد في قتالهم، فحرز عبادي نحو الطور يعني الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج قوم يعني من نسل الترك وأعداد يعني لا حصر لها، ويعني لهم من الأعمال ما ذكر ما ذكرت النصوص، ودع عنك الأعمال التي تأتي في الإسرائيليات من الكلام الذي ليس عليه دليل، وإنما يعني مما صح أن أولهم يمر على بحيرة طبرية فيشرب منها، ويأتي الآخر يقول لقد كان هنا يوما ماء، يعني إذا مروا على أي شيء أكلوه وشربوه وأنهوا عليه، ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب هذا كله، وأنهم يفسدون ويؤذون الناس وينحاز الناس إلى المدائن والحصون، ويعني يكثر القتل من هؤلاء والإيذاء للناس حتى أنهم لا يرون أحدا بعد هذا يعني يقتلونه إلا من كان في حصن أو مدينة، وهنا تعظر فتنتهم في أنفسهم فيقولون قد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل أهل السماء، يتصورون أنهم قادرون، وتعظم الفتنة فإنهم يعني يشرعون سهامهم في السماء فتنزل حمراء، وهذا من الفتنة
حتى يفتنهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا هز حربته إلى السماء نزلت مختضبة بالدماء، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فبينما هم على كذلك وقد عظمت فتنتهم ولا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، يبعث الله عز وجل يعني دودا صغيرا كنغف الجراد فيصبحون موتى وتملأ الأرض من زهمهم، ويرسل الله سبحانه وتعالى يعني أمطارا تجري في الأرض وتنظفها من نتنهم وشرورهم. هذا أيضا نؤمن به، ولا يشكل على هذا عند كثير من العقلانيين الذين يقولون أين هذا السد، لقد بحثنا فلم نجده، وأين يأجوج ومأجوج، وأين هذا في الحس والعقل. فإن هذه كلها أمور أخبر بها القرآن، ونحن نصدق يعني القرآن ونصدق النصوص الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودعنا من هذا الذي يقولونه. فما يعني أكثر ما تعمى أبصار الأوائل عن شيء هو موجود، وليس كون الأبصار تعمى عنه أنه يعني غير موجود. الاكتشافات ما تزال كل يوم يكتشفون مثلا المعادن التي لم تكن من قبل، ويكتشفون البترول وغيره. أين كان البترول في القرون الماضية؟ فلو أن أحدا أنكر وجود هذه الأشياء بحجة أنه لم يرها وأنه بحث فلم يجد، يقال أولم تأتي بعد هذا وتظهر وكانت يعني محجوزة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك نؤمن بخروج الدابة، وهذا أيضا من أشراط الساعة. دابة ذكرها الله تعالى في القرآن، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، ولم يسمي ولم يصف ولم يذكر من أوصاف هذه الدابة، لكن ذكر من أفعالها دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا يعني من أسبابه فساد الناس، إذا فسد الناس وبدلوا الحق أخرج الله عز وجل هذه الدابة، وقع القول عليهم يعني بسبب يعني غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. ويعني هذه الدابة من يعني أواخر الآيات أو أول الآيات خروجا طلوع الشمس أو خروج الدابة على الناس ضحا، يعني هذا الكلام الذي هو نهاية خراب العالم، أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو إثرها قريبا، كما في صحيح مسلم. والمقصود أول الآيات، مع أنها كما ترى من أواخر الآيات، لكن أول الآيات غير المألوفة، أما الآيات الأخرى مألوفة. نزول ظهور المهدي رجل، ونزول المسيح رجل معروف، الدجال يعني يأتي أيضا كرجل، يأجوج ومأجوج ناس من الناس، لكن طلوع الشمس في المغربها ده آية غير مألوفة، فإن الناس ينتظرونها من هنا فتفاجئهم من هناك. وكذلك خروج الدابة التي تكلم الناس، تسم الناس تقول أنت كافر وأنت مؤمن، هذا أيضا غير مألوف. فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الآيات أنها أول الآيات غير المألوفة، خروج الدابة كذلك، وكذلك طلوع الشمس من مغربها نؤمن بهذا، وهذا كله في القرآن أو كثير منه كما ترى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمفسرون على أن المقصود بعض آيات ربك، يعني ظهور الشمس من أو طلوع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال فإذا رآها آمن الناس أجمعون، لكن لا ينفع الإيمان هنا، فإنه يعني انقطع أغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. أجمع المفسرون على أن المقصود بآية الأنعام خروج الشمس من مغربها، والأحاديث في هذا متواترة، وهذا جاء كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك من العلامات الكبار حشر الناس إلى أرض الشام، يخرج أو يحشر الناس إلى أرض الشام، تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسوق الناس يعني تجعل الناس يهربون منها، فلا يزول يهربون حتى يجتمعوا في أرض الشام التي هي أرض المحشر والتي يحشر الناس منها. هذا أيضا من الآيات، ومنها النفخ في الصور والصعق، وهذا في القرآن كثير، وقد ذكر هذا في القرآن، نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى. والصور قرن ينفخ فيه، بوق ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرائيل وهو من رؤساء الملائكة بعد جبريل وميكائيل، ويكون هذا أيضا إيذانا بخراب العالم. هذا كله من بعض العلامات التي ينبغي أن تكون مقدمات لليوم الآخر،
وأما اليوم الآخر نفسه فإن كثيرا يعني من الناس قد كفر به، مع أن عامة الناس يقرون بربوبية الله، لكن الإيمان باليوم الآخر أشق عند كثير من الناس، فتجد منكريه يعني كثيرين، مع أن أدلته كثيرة، والله سبحانه وتعالى يعني يذكر أو يري الناس من أدلة هذا ما لو فطنوا لما سغى لأحد أن ينكره. فقد أرى الله تعالى الناس في الدنيا أصل فكرة اليوم الآخر وهي البعث بعد الموت، كما في قصة البقرة في سورة البقرة، وكما في طلب إبراهيم كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأراه الله سبحانه وتعالى ذلك، وكما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، رأى الناس ذلك، ومن الأنبياء من آيته كذلك كفعل عيسى يحيي الموتى بإذن الله، فرؤية هذا أو سماعه كان كفيلا بالإيمان باليوم الآخر فضلا عن الأدلة الأخرى. فالله تعالى يذكر أن الإعادة أهون من البداءة، والناس أقروا بالبداءة والإعادة ينبغي أن تكون أهون، وكذلك خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم، وكذلك الله تعالى إذا قال هذا فإنه منزه عن العبث، يعني كيف أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، عدم الرجوع والحساب هذا نوع من العبث، لو كان إنسان يؤمن أن الله تعالى إله حق فكيف تكون مظالم الناس هكذا تأتي عبثا ويقتل بعض الناس بعضا ويؤذي بعض الناس إزاء ثم يموتون فلا يحاسب هذا ولا هذا، خلاف العدل الذي يعني يقتضي أن يكون عليه الإنسان الكامل فضلا عن الرب الخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت يعني أنكره المشركون والدهريون والملاحدة وطوائف كثيرة ممن قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أما المؤمنون فبفضل الله عز وجل يصدقون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالموت الذي هو بداية اليوم الآخر وما بعده من عذاب القبر والبعث والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار وقل مثل ذلك، هذا كله من معاني الإيمان التفصيلي باليوم الآخر. ومن أول ذلك الموت، والموت هو القيامة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فأنت تموت كل يوم لكن موتة صغرى، وهذه فيها موعظة لك، ولهذا أول ما تستيقظ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هب أنك نمت يوما ثم لم تقم، وارد أو غير وارد؟ وارد، فيرسل التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فأنت من الأخرى التي ترسل، توشك ألا ترسل وأن يقال لك حسبك هذا يكفيك، سواء بعد الموتة الصغرى في النوم أو ابتداء، هذه كلها موعظة. كذلك هذا الموت كيف يكون؟ الإنسان مركب من بدن ومن روح، ولا يقال إنسان إلا لمجموع الجسد والروح، وإلا الجسد بلا روح لا يسمى إنسانا، وكذلك الروح بلا جسد، والروح من أمر الله عز وجل، البحث في تفصيلاتها لم يؤذن فيه، لكن الذي نعرفه من الروح أن الروح من أمر ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مخلوقة مبدعة، وأنها يعني سر وجود الإنسان، وأن يعني الروح يقع عليها النعيم والعذاب في البرزخ وفي الدنيا وفي الآخرة، وأن الروح يعني تجتمع مع النفس في كثير من المعاني عند الإطلاق، وأن الأرواح يعني تتفاوت في النعيم وفي العذاب على حسب يعني الأجساد التي ركبت فيها والمعاني التي تمت في هذه الدنيا، فرق بين أرواح الأنبياء التي هي في الملأ الأعلى، وحتى الأنبياء متفاوتون في منازلهم كما في حادث الإسراء المعروف، وبين أرواح الشهداء تحتهم التي تسرح في حواصل طير خضر في الجنة، وبين يعني الروح المحبوسة التي لا يؤذن لها في الصعود أصلا، وكل هذه الأنواع على تفاوت. فإن من أرواح من يعني أول ما تصعد يصعد بها إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، كل هذا يعني أنواع من التفاوت العظيم، وأعظم يعني تفاوت يكون في هذه الأرواح، منها أرواح مرسلة ومنها أرواح محبوسة، أرواح علوية وأرواح سفلية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولها بعد المفارقة
فرقت الأجساد صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن، فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة في الأرواح، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. ثم تؤمن كذلك بفتنة القبر، وهي عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا من معاني الإيمان التي يلزم المؤمن، وهذه دار بين الدارين، بين دار الدنيا وبين دار الآخرة، تسمى دار البرزخ، لأن البرزخ الحاجز بين الشيئين، ومن ورائهم برزخ، البرزخ الحاجز بين الشيئين. فكذلك ما يكون في دار البرزخ حاجز بين الدنيا، نهاية الدنيا وبداية الآخرة، فيه من العذاب والنعيم. ومن ذلك سؤال الملكين كما في حديث البراء المعروف في المسند: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا السؤال وضمة القبر وفتنة القبر، المؤمن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقت، فيقال له ما في الحديث، والكافر أو الفاجر يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. وهذا الحديث الطويل المعروف حديث البراء يدل على يعني وقوع السؤال، ويدل على تسمية الملكين بمنكر ونكير، ويدل على أن الروح تعاد إلى البدن، قال فتعاد روحه، ويكون العذاب والنعيم على اجتماع الروح والبدن. وأهل السنة متفقون على وقوع عذاب القبر أو نعيمه، وأن الروح قد تعذب وحدها وقد تعذب مع البدن، كل هذا في يعني مواطن معروفة، وأدلتهم في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كآية الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا لسه في غمرات الموت، يعني في بداية يعني ما يكون من الموت، هذا غير ما يكون من عذاب الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهو المقصود بعذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، هذه نار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم القيامة. إذن النار الأولى غير النار الآخرة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون. كل هذه نصوص من القرآن ونصوص السنة كذلك في هذا الباب متواترة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال إنهما يعذبان، هذا كلام واضح لا يحتاج إلى إشكال، وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وأمرنا بالتعوذ من عذاب القبر في دبر الصلوات وغيره، وذكر في أحاديث كثيرة هذه يهود تعذب في قبورها. كل هذه نصوص على إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين. وإنما سمي عذاب القبر على الغالب، لأن غالب الناس يدخلون في قبورهم، وإلا فلو أن رجلا حرق أو غرق أو قطع إربا وزرته الريح فإنه أيضا يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا بعض الناس كما في الصحيح تصور أنه بهذا ينجو من عذاب الله عموما في القبر وغير القبر، فأوصى أولاده وقال إذا أنا مت فزروني أو فاحرقوني، ثم زروني في ليلة يعني ذات ريح، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. الرجل من شدة خوفه من الله لكنه جاهل، تصور أنه بهذا يفلت من عذاب الله، فجمع الله سبحانه وتعالى أجزاءه كلها وأقامه ليسأله حتى يعني وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن حتى يرينا كيف يعني كان الدافع له، ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال يا ربي خشيتك، قال يا ربي مخافتك، فغفر الله تعالى له بوجود الخشية والمخافة من الله سبحانه وتعالى، وإن كان سلوكه سلوك الجاهل. الشاهد من الحديث فيما نحن فيه أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن يعني تسمية عذاب البرزخ بعذاب القبر على الغالب، وإلا فلو يعني تعلق الميت برؤوس الأشجار في مهاب الريح لأصاب جسده من عذاب البرزخ ما أصاب إذا كان من أهل الفجور، ولو دفن الرجل الصالح في النار التي تتلظى لأصاب جسده من نعيم البرزخ ما دلت عليه النصوص، وإن تفرقت أجزاؤه فإن الله تعالى قادر على جمعه. ولهذا الجماعة الذين ينكرون عذاب القبر وما أكثرهم في الجهال والكتاب والأدباء ومن يتكلم في غير ما يحسن، وهذا كثير في زماننا، ليس لهم أدلة في الحقيقة إلا أن يقولوا نحن نفتح القبر فلا نجد شيئا،
ويعني لا نجد لا ثعابين ولا نارا تتأجج ولا إذن ما دام الأمر كذلك. وهذا كلام سخيف يدل على الحماقة ويدل على الجهل. وإلا فأين ترى البكتيريا في الهواء؟ وأين ترى الهواء نفسه حين يقال إن هناك هواء وإن هناك يعني أجسام تسمى كذا وكذا؟ أنت لا ترى شيئا من هذا، لكن لمجرد إخبار الطبيب تقول أنا أحلف أن في بكتيريا وأنا أحلف أن في كذا وكذا. فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قل الله أنا في من هذا في شك. هذا لضعف الديانة ولضعف الإيمان. ولذلك حال البرزخ من الغيوب، والغيوب التي أخبرت بها الأنبياء لا تعامل معاملة الأمور المشاهدة الحسية، ولا كذلك يعني النار في القبر أو الخضرة أو نحو ذلك لا هي من خضرة الدنيا وزروعها ولا هي من نار الدنيا، ولهذا الأمر يعني يختلف. ثم يعني نتحاشى أسباب عذاب القبر بما دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإجمالا من أسباب عذاب القبر عدم الاستقامة والجهل بالله عز وجل وإضاعة أوامره. وتفصيلا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأشياء التي هي من أسباب عذاب القبر، كالبول في يعني عدم التنزه من البول، ووقوع العبد في النميمة، ويعني رؤية المظلومين وعدم نصرتهم، وقراءة القرآن والنوم عنه أن يكون صاحب قرآن وحامل قرآن وينام عنه، والزنا والتثاقل عن صلاة الفجر، ووقوع الإنسان في التجبر والتكبر والرياء والهمز واللمز مما يعني كثير منه من بضاعتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل حال يرد على منكر عذاب القبر أولا بأنه من علم الغيب وليس للعقل دخل في هذا الباب، وأن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا. بقي يعني هو الأصل الذي أشار إليه المصنف والبعث بعد الموت، البعث والنشور هذا أمر أيضا من معاني اليوم الآخر، الناس يبعثون يوم القيامة كما دلت على هذا النصوص وكما دلت الروايات. ولأن الله تعالى يؤصل لنا مسائل الأسباب وأنه لكل شيء سبب، فإن الله تعالى اقتضى أن يجعل حتى لهذا البعث يعني سببا يبدأ منه، كما عند مسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. عجب الذنب آخر فقرة في سلسلة الظهر، عظم صغير يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العظمة الصغيرة لا تأكلها الأرض، لأن الله تعالى قضى أن تكون هذه سببا لإعادة الجسم كله. وكان الله تعالى قدير أن تبلى هذه العظم أيضا، ويعني ينشئ الله تعالى الإنسان من غير ذلك، لكن هذه حكم وأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك يعني من الإيمان التفصيلي، هذا كله كان عامته قبل اليوم الآخر في المقدمات، وهناك ما يكون في اليوم الآخر نفسه من الحساب والعرض ويعني الصراط والميزان ونحو ذلك. نمر على شيء من هذا أيضا إجمالا. فأول ذلك الحساب، والله سبحانه وتعالى مقصود بالحساب أن الله يعرف الناس يعني مقادير الجزاء على أعمالهم، هذا المقصود بالحساب. والمؤمن لا يحاسب، لا يناقش الحساب، لأن من نوقش الحساب عذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون العرض، يعني الله تعالى يبنيه ويقرره بأعماله ويقول تذكر كذا وكذا، فالإنسان يكون خايف، يقول الله تعالى فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، يعني يحاسبه حسابا إجماليا، يعرض عليه كتابه هذا على الإجل، لأنه لو أوقفه لما سلم أحد. أما الكافر لأن الله تعالى أراد أن يعني لحكمته سبحانه وتعالى، لأنه ليس في الكافر خير لعدم إيمانه وتسليمه وتوحيده، فإن الله تعالى يقرره من باب إقامة العدل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لألا تقول، وحتى لا يقول لماذا دخلت النار، يقول الله تعالى له أنت فعلت كذا وكذا وكذا حتى يشهد على نفسه. ومن الحساب إجراء القصاص بين الناس حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، إذا كان هذا بين فكيف بأمثالنا. والحساب يتفاوت، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. ومن ذلك أيضا إعطاء الصحف، تنتشر الصحائف بالتطوى الصحائف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، وهذا كله ظاهر معروف. أما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، والآخر كذلك يقول يا ليتني لم أوت كتابية. ثم يكون الميزان، والميزان حسي،
يعني أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، توزن الأعمال وتوزن الصحائف، ويوزن الإنسان نفسه، ويوزن ثواب العمل، كل هذا يكون. أما كيفية الميزان ومن أي شيء يصنع نحو ذلك، هذا ليس فيه خير وليس فيه مصلحة لنا، لكن الذي فيه مصلحة لنا أن نعلم أن هناك موازين توضع، وأن هذه الموازين لا يعني تغادر شيئا، وأن الله تعالى يزن بها يعني مثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وشرا كذلك يرى. ومن ذلك الصراط، ونحن نؤمن إيمانا تفصيليا في اليوم الآخر بالصراط، وهو جسم ممدود على متن جهنم، يعني منصوب، يرده الناس على قدر أعمالهم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس، ويعني يكون الناس فيه على يتجاوزه الناس على قدر أعمالهم. من الناس من يمشي كالريح المرسلة، ومن الناس من يمشي كالجواد السريع، ومن الناس من يجري أو يمشي أو يحبو، ومنهم من يسقط فلا يخرج، لأن الصراط على متن جهنم، وهذا شأن الكافرين والعياذ بالله. والصراط هذا الصراط حسي يوم القيامة، والناس عليه على حسب تفاوتهم في الصراط المعنوي الذي هو الإيمان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بالله، تجريد التوحيد، وتجريد المتابعة. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا يستقيم على الصراط الحسي في الآخرة. فإيمان المؤمنين كذلك بالصراط داخل في الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، كذلك إيمانهم بالحوض، وهو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وحوضه كما أخبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا كما في الصحيحين. وأن الناس يعني يختلجون، يعني يتخطفون من أمام حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي أمتي، لأنه لا يعلم الغيب، هو يظن أن كل مسلم لابد أن يأتي مدام على الإسلام، ولا يدري ماذا فعل هذا المسلم، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعد عن حوضه من لم يكن على الجادة، من لم يكن متابعا لسنته، من لم يؤمن حتى بالحوض نفسه، كيف يدخل يشرب من الحوض المعتزلة الذين ينكرون الحوض، وكيف يشرب من الحوض الروافض الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وتلاميذه، وفي كثير يعني مما تركنا عليه من المعتقدات، وكيف يشرب من الحوض من كان حريصا على إهمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرب منه أهل السنة والجماعة، أول من يشرب وهم أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك كذلك تفصيلات اليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من المؤمنين، وكل هذه الشفاعات حق بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف خاصة في الشفاعة، منها الشفاعة العظمى التي يحمده فيها كل بر وفاجر وكل مؤمن وكافر حين يأتي الله تعالى للفصل بين العباد، ومنها شفاعته لأهل الجنة، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول ملك الجنة بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالتي قبلها. وهناك شفاعات يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيره، كيعني الشفاعة لأهل الكبائر، وهي أيضا ثابتة، وهي التي وقع فيها الخلاف بين كثير من طوائف المبتدعة الذين لا يثبتونها، وبين أهل السنة الذين يثبتونها. يقول هؤلاء يعني المخطئون إن الله تعالى لما قال واتقوا يوما يعني لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولما قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دلت هذه النصوص على أنه لا شفاعة. وهذه طريقة المبتدع في أنه يأتي ببعض النصوص العامة التي لا يحسن فهمها،
ويمسك بها ويترك النصوص الأخرى التي هي في نفس الباب، فكيف يفعل يعني النصوص الكثيرة المتواترة في هذا الباب التي أشار إليها القرآن والتي كثرت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما يقال إن هذه النصوص التي احتج بها في إنكار الشفاعة هي في الحقيقة في شأن المشركين، الشفاعة لا تنفع المشركين لأن الله تعالى لم يعني يرضهم للشفاعة ولم يأذن لهم في ولم يأذن لغيرهم أن يشفعوا له، فتنزل هذه النصوص على شفاعة المشركين لأن المشرك يعني ليس معه أصل التوحيد حتى تتم له الشفاعة، وبهذا تنتظم النصوص. وكذلك يراد بهذه الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابه، يعني يراد بالنفي الشفاعة الشفاعة التي يظنها أهل الشرك وأهل البدع، بمعنى الشفاعة التي تكون مطلقة من غير إذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني وهذا من آخر ما نذكره في هذا الفصل أو في هذا الباب، الإيمان باليوم الآخر نهاية ما يكون مستقر الناس، وهذا نهاية اليوم الآخر وتوابعه أن يستقر الناس في الجنة أو في النار، والنار والجنة حق، يعني نسبة الجنة ونسبة النار، وهما مخلوقتان قد أعدت وانتهى الله تعالى منها، ولا يقال سوف يعني تكون، وإنما أعدت عند الله سبحانه وتعالى، وهما مخلوقتان لا فناء لهما، لا يعرض لهما الفناء، وإنما يتنعم أهل الجنة أبد الآبدين في الجنة ويعذب أهل النار أبد الآبدين في النار. ولا يقال فيما يقال إن هذا يعني ليس من الحكمة، كيف يعمل الإنسان 20 سنة وربما أقل من هذا من العمل وربما لحظة ثم يأتي المكافأة بلا حدود، وكيف يعصي الإنسان ربما لحظة يختم له بها ويأتي العذاب بلا حدود؟ وهذا قد يشكل، وجوابه أن يقال إن الله تعالى بعلمه وحكمته علم أن هذا المؤمن الذي أطاع الله سبحانه وتعالى ربما يوما واحدا فدخل الجنة وخلد فيها، لو بقي أبد الآباد لا بقي على طاعة الله، فعامله الله تعالى بنيته ولهذا خلده في الجنة. وأن هذا العاصي الذي ربما لم يعصي إلا أياما أو سنوات معدودات وختم له بذلك، علم الله تعالى أنه لو بقي أبد الآباد لجعل يعصي الله سبحانه وتعالى فعامله بنيته، ومن هنا يظهر كون الأعمال بالنيات، وأن هذا من إقامة العدل من الله سبحانه وتعالى أن يخلد أهل الجنة في الجنة، صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم منهم، وأن يخلد أهل النار في النار. هذا يعني اختصار لما ينبغي أن يقال في الإيمان بخامس الأركان والبعث بعد الموت كما ذكره المصنف. بقي قوله والإيمان بالقدر خيره وشره، وأصل القدر مصدر من قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، والمقصود بالإيمان بالقدر يعني الإيمان أن الله تعالى قدر كل شيء وقضاه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لصفاته صفات العلم وصفات الحكمة وصفات العدل أقام هذا الباب على النحو الذي ذكره، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعلوم عند أهل السنة أن كل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، ويدخل تحت هذا الإيمان بالقدر يعني المراتب الأربعة المعروفة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. والمقصود بهذا ولعلك درسته مرارا أن أول مراتب الإيمان بالقدر العلم، أن يعلم المسلم أن الله تعالى علمه سابق وعلمه قديم وعلمه أزلي، بمعنى أن الله تعالى يعلم أو قد علم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون في المستقبل، بل علمه سبحانه وتعالى حتى لما لا يكون، يعلم الله تعالى ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، كما قال ولو ردوا لعادوا، إنهم لا يردون، لكن الله تعالى يعلم أنهم حتى لو ردوا، وهذا من علم المستحيل، لو ردوا فالله تعالى يعلم، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالإيمان بعلم الله المطلق هذا أول مراتب القدر. ثاني مرتبة الإيمان بالكتابة، أن الله تعالى علم كل شيء وكتبه كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، فجمع بين المرتبتين، يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، علم سبحانه وتعالى بعلم القديم ثم كتب
هذا الذي علمه أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة كاملة لا يخرج عنها شيء، لا يكون في ملكه غير ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا المقصود بإثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. رابع المراتب الإيمان بالخلق، أن الله تعالى أوجد كل المخلوقات وهو يعني الخالق، وما سواه مخلوق، ومن هذا قوله الله خالق كل شيء. ويعني هذا الباب، باب الإيمان والقدر، باب الإيمان بالقدر هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. بعض غلاة المبتدعة أنكروا القدر بمعنى أنكروا العلم، وهذا كان قديم وانقرض، وهذا الذي في أول حديث صحيح مسلم، إن قوما يعني يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال يعني لهم عبد الرحمن عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم، وذكر لهم حديث أبيه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، وذكر أركان الإيمان ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن هناك فرق من القدرية تقر بالعلم، تثبت أن الله تعالى يعني علمه قديم، لكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر. هؤلاء القدرية هم المعتزلة، يعني يكون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس الله يخلق فعله، فرارا من أن يقول الله يخلق فعله وفي فعله معاصي وذنوب، فالله يخلق المعاصي والذنوب وهذا يستحيل على الله، لأن الله ينزه عن مثل ذلك. هذا فهم خاطئ، وإنما يعني معلوم عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في خلق ذلك، وأن الله تعالى ما يعني وأن المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق ذلك من باب الكون وليس من باب الشرع، أراده إرادة كونية قدرية تستلزم وقوع المراد، وليس يعني كالذي أحبه شرعا، فالله تعالى نهاهم عن هذا ولم يرضى لهم هذا، كما قال والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر إلى غير ذلك. فمذهب المعتزلة هم القدرية الذين يقولون العبد خالق لفعل نفسه، زعموا أنهم ينزهون الله عن أن يكون خلق الشر فأوقعوه في أشد من هذا، حيث يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، وحيث تم شيء في ملكه بغير إرادة، وهذا أقبح مما فروا منه وسلم أهل السنة من هذا. في مقابل هؤلاء فرقة الجبرية الذين أرادوا أن يعني يعدلوا أو أن تعتدل المسألة على تطرف المعتزلة القدرية، فذهبوا إلى الناحية الأخرى، قالوا أبدا، كل شيء من الله، والله سبحانه وتعالى يجبر عباده على كل شيء، والعبد كالريشة في مهب الريح وليس له إرادة مطلقة. فعكسوا المسألة، هؤلاء جعلوا العبد خالق فعل نفسه قدرية المعتزلة، والجبرية قالوا العبد ليس له أصلا أي فعل وأي إرادة وإنما كله من الله، فوقعوا في شيء وهو أن الله تعالى أجبر الكفار على كفرهم، وبالتالي أفسدوا ولم تكن هناك فائدة من الشرائع كلها. ولهذا قال الذي يزني في الحقيقة ليس عليه ذنب، والذي وإبليس ليس عليه ذنب، وفرعون ليس عليه ذنب، لأن الله تعالى قدر ذلك وقضاه. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله عز وجل إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة، وأثبتوا للرب إرادة ومشيئة فوق إرادة العبد، فجعلوا مشيئة العبد وإرادة العبد في دائرة، ومن ورائها دائرة أوسع هي دائرة إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة خلافا للقدرية المعتزلة، ثم بيّنوا أن هذه الإرادة والمشيئة لا تكون إلا بعد إرادة الله عز وجل، ليعني يردوا كذلك على الجبرية كما ردوا على المعتزلة، ومن ثم أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وفي نفس الوقت العبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عليها وقاصد لها، وبهذا يعني تتم الأمور. ولعلك درست قبل هذا قضية الفرق بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدنيا الشرعية، تحسم هذه المسألة، ولعلك يعني تحتاج إلى مراجعتها مرات ومرات. الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد وليس الحساب عليها، وإنما هذا علم الله سبحانه وتعالى
وهذه تكون في الخير وتكون في الشر ولها حكم. أما الإرادة الدينية الشرعية هي التي نحاسب عليها، وهي التي يعني تكون يعني الله تعالى لا يجبرنا، وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان المؤمن تجتمع فيه الإرادتان، بينما الإنسان الكافر فإنه يوافق الإرادة الكونية القدرية، لأنه لا خروج لأحد عن علم الله سبحانه وتعالى وقدره، لكنه يخالف في الإرادة الدينية الشرعية. هذا قد يحتاج إلى يعني تفصيل في يعني قراءات أخرى، لأننا نجمل هذه المسألة. خلاصة المسألة أن المؤمن بالقدر هو أسعد الناس في الحقيقة، لأنه يطمئن. الإيمان بالقدر يعني يملأ القلب طمأنينة ورضا وراحة، خصوصا من القلق الذي يعني يعتري العبد عموما حين يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. بخلاف المؤمن غير المؤمن بالقدر تراه دائما في حزن وفي يعني كرب، وتختلط عليه الأمور وتتبعثر أوراقه، حتى يود لو يقتل نفسه، بل يقتلون أنفسهم وينتحرون لعدم الإيمان بالقدر. لكن المؤمن يعلم أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: والعبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كذلك عند مواجهة الشدائد والأزمات يظهر يعني معنى الإيمان بالقدر، تجد المؤمن ثابتا يتحمل مشاق الطريق، لأنه يعلم أن الله تعالى كما قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وله أسوة فيما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان من المحن والشدائد، ثم تكون لهم العاقبة. فاستحضاره لهذا المعنى وإيمانه بالقدر على هذا النحو يجعله يتحمل كل ما يكون في دار الدنيا من الابتلاءات والمصائب. من الثمرات كذلك أن الإيمان بالقدر يجعل المحنة تصبح منحة، والمصيبة تتحول إلى أجر، لأنه مهما وقع له ما لا يختار فإنه يعلم أنه في صحيفته، وأن العبد ما يشاك شوكة إلا يعني أجر عليها. ولهذا تجد المؤمن بالقدر عنده يعني عزاء في كل شيء، بل يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فكأنه يستعذب العذاب في ذات الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الإيمان بالقدر على هذا النحو أن الإنسان يقول كل شيء بقدر، كله بأمره كما يقولون، فيحتج بالقدر على المعايب، وهذا غير صحيح. وإنما يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعايب. على المصائب إذا وقعت المصيبة نقول قدر الله وما شاء فعل، لكن لا نحتج بالقدر على المعايب بمعنى نذهب فنشرب الخمر ونقول قدر الله وما شاء فعل، نذهب فننظر للنساء ونقول قدر الله وما شاء فعل، نذهب فننحرف عن الصلاة ونقول قدر الله وما شاء فعل. هذا لا يصح، بل هذا قبيح. لأن لو كان الأمر كذلك هات هذا الرجل الذي يسوغ هذا وضربه على يعني قفاه أو على يعني صدغه ضربة موت، وقل له قدر الله وما شاء فعل. يقول لك كيف تفعل هذا، ولماذا تقول قدر الله وما شاء فعل بعد أن تضربني وبعد أن تقول؟ هذه على طريقتك أنت الذي تقول. ولا داعي أن تتزوج لأن الله لو قدر أن يأتيك أولاد، ولا داعي أن تأكل لأنك إن شاء الله إذا أراد الله أن يشبعك من غير أكل هو لا يفعل هذا، ولا داعي للمذاكرة لأنك ستنجح إذا أراد. يقول لك أبدا، فين الأسباب؟ يعطيك محاضرة في الأسباب. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب، وإلا لبطلت الشرائع. من ثمرات الإيمان بالقدر كذلك أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة. انظر كيف يعني يجاهد المجاهد أعداء الله، كيف يجاهد طالب العلم السهر والأيام والليالي والحفظ ويبادر، كيف يجاهد صاحب العبادة يعني شدة البرد وشدة يعني الحر ويعني ضغوط الحياة في عبادته، كيف يجاهد صاحب الدعوة يعني كل الابتلاءات. كل هذا يدل على أن الإيمان بالقدر يجعلك تكون رجلا تتحمل وتصبر
كل هذه الأركان الستة التي ذكرنا ملخصها هو في الحقيقة منهج التمهيدي الذي كان في كتاب الإرشاد للشيخ الفوزان. نحن اختصرناه معكم تقريبا ومررنا عليه في يعني درسين، ومن شاء الرجوع إليه أو إلى غيره من الكتب التي ينبغي أن تسبق، لأنها تجمع عامة أبواب الإيمان والتوحيد، قبل أن نلج إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في كتاب الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو يفصل بعض مثل هذه الأبواب. أسئلة كثيرة تأتي، وهذا ما أدري هل يدل على الهمم ولا هذا يعني من بعض الناس في مسألة انتهينا المختصر من هذه القصدين ويستعجلون في كتاب بعدهم، ولعلك يعني تتعجب من القدر وتقول فين ناس يقول ما الكتاب الذي بعد مختصر من هذه القصدين، وناس يقولون يعني لا خلصنا المختصر ولا المنهاج ولا حتى القاصدين ولا النقطة التي على نون القاصدين، يعني شتان بين السرى والسرية، إن سعيكم لشتى. على كل حال ربما نصبر أسبوعا أيضا أو أسبوعين، لأن الزمن زمان امتحانات، ويعني نريد في هذه الامتحانات أن يعني نيسر بعض الشيء على إخواننا. لكن على كل حال سيبدأ يعني مشروع كبير في قضية التربية، وهذا في درس الثلاثاء إن شاء الله، ويعني نحيلك عليه إلى أن نذكر كتبا أخرى في المناهج الإضافية. وستكون البداية إن شاء الله بكتاب من كتب أدب الطلب، كتاب له خصوصية، وهو كتاب ابن جماعة رحمه الله تعالى، وننصح بالاجتهاد في هذا الباب، لأن ثمرة يعني طالب العلم إنما تأتي بالآداب التي ينبغي، وهي بداية طريق التربية. إنما العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، هناك أسئلة كثيرة، ما أعتقد أن المجال يسمح، فنكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. لكن معلش السؤال، مسألة الإنسان مسير أم مخير، هذا لا يسكت عليه ولا يصبر عنه، لابد فقط نكتفي بهذا. السؤال غلط، الإنسان مسير أو مخير، السؤال نفسه غلط، وإنما ساقه بعض الجهال الذين لا يحسنون، فلا يقال الإنسان مسير ولا يقال الإنسان مخير. مسير هذا عطيق الجبرية، ومخير مطلقا أيضا ليس هذا الصحيح، وإنما نقول ما قاله الله تعالى، الإنسان ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا يعني تصحيح للسؤال، وبناء عليه تصحح الجواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.